منع التعاون من تسديد أي كرة مباشرة باتجاه جروهي لتبقى المباراة سلبية في حديقة الذئاب. هنا الذئاب تعجز عن حيث شاهدنا ديربي. هذا يعطي أفضلية للخلود حتى الآن في شوط المباراة الأول بأن يتقدم بأول تمسكا بزمام الطريق. إذا تمكن بالفعل من الفوز في مباراة الليلة الكرة اللعب إلى الخلف. محاولة من كاسترو، الله على كرة عدت ووصلت عند فيصل عن أن يعود مرة أخرى ويسجل لنفسه تقدم. بدينا عبر قنوات السي سي، ما زلنا وإياكم في هذه المباراة. يحكم به قبضة على المباراة ويسجل الانتصار في مباراة الليلة. الكرة لصعان، صعان عن الملعب. رتبة الحذر في دقائق أولى بشوط المباراة الثاني. لما كانت هناك أرقام كبيرة على مستوى الاستحواذ على الكرة من جانب التعاون. الخلود عند محاولة، الخلود الكرة من الجهة اليمين، خلود عند محاولة لهمام وهمام انطلق، الله على كرة، الله الله. تلاعب بدفاع التعاون، يتلاعب فيها تقدم وانطلاقة والفرصة ما زالت قائمة. العودة بتمريرة لكنها واصلة تعاونية لتبقى نتيجة المباراة بالتعادل بهدف لمثله. كرة لعبت في الجهة اليسار.